كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. كيف قلت لكم أن الحمد لله ثلاث نقاط اللي هي صعيبة ولكن تامينة بالنسبة لنا اللي تخلينا أننا باش نستعمل إن شاء الله بسبوع الترتيب باش نبقاو ديما قاب لي تخوا بخومي. فالحمد لله أننا طبقنا تعليمات ديال مدرب سي جمال والحمد لله جاب ربي التيسير ومازال إن شاء الله الخير قدام. نقول الجماعه اللي جاوا ساندونا اليوم كنشكرهم ونتمنوا الخير عاوتاني مازال قدام ان شاء الله. فالحمد لله هذا نتيجه عن العمل اللي كنشتغلوا به. هذا الشيء ما كيجيش مع حد الصدفه. فالحمد لله ان اللي كيبغي شي حاجه فاش كيخدم ليها كيوصل ليها. واليوم احنا الحمد لله كونفيرمينا بالتاهل اللي تاهلنا في كاس العالم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.